ولتفاصيل اكثر ينضم الينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي جميل عفيفي. مساء الخير يا فندم، كل عام وحضرتك بخير. مساء الخير على حضرتك وكل سنه وانت طيب ومصر كلها بخير. الى اي مدى ستظل دوله الاحتلال اسرائيل تتجاهل القرارات الامميه؟ هو بالطبع اسرائيل بتضرب بكل القوانين وكل القرارات اللي اتخذها الامم المتحده والمجتمع الدولي عرض الحائط. لكن في الوقت الحالي طبعا بعد مجلس الامن وقرار مجلس الامن بوقف العمليات العسكريه واسرائيل رفضت تنفيذ هذا القرار بالفعل، يجب على المجتمع الدولي وعلى الامم المتحده وعلى مجلس الامن ان يطلع بمسؤوليات، ويجب عليه ان يتم فرض عقوبات على دوله اسرائيل، ايضا على الولايات المتحده الامريكيه ان تتخذ قرار قوي لوقف او لتنفيذ القرار بشكل حاسم. الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم الأكبر بالطبع لدولة إسرائيل، هي التي تمدها بالسلاح، هي التي تمدها بالمعونات. إذا رغبت الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على إسرائيل فإنها بالفعل ستوقف العمليات العسكرية، ولكن إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية لم ترفض أو لم تستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن في الاجتماع السابق أو وقت إصدار القرار، لكن هي حتى الآن لم تظهر لإسرائيل أنها ترغب بقوة لوقف العمليات العسكرية. هل الولايات المتحدة الأمريكية فقط أم أن هناك قوى غربية مثل ألمانيا على سبيل المثال متهمة أيضا في حرب الإبادة الجماعية، خاصة مع إمدادها لدولة الاحتلال بالسلاح منذ 7 أكتوبر من عام 2023؟ هو بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والعديد من الدول التي تقف بجانب إسرائيل وتمدها أيضا بالسلاح وتمدها بالمعونات العسكرية، بل بالعكس تنفذ كل ما تطلبه إسرائيل، بدليل أيضا العديد من الدول التي وقفت دعم الأونروا تنفيذا طبعا للرواية الإسرائيلية بأن عدد من أفراد الأونروا كانوا ضمن القوات المقاومة في يوم 7 أكتوبر. إذن المجتمع الدولي ككل هو يجب أن يطلع بمسؤولياته، ويجب أن يرى بالعين الحقيقية لما يحدث على الأرض من عملية إبادة جماعية. ما ينفذ في الوقت الحالي هو عملية إبادة جماعية، هو محاولة تصفية القضية الفلسطينية، عمليات تهجير قسري، كلها جرائم حرب وكلها جرائم ضد الإنسانية. بجانب النقطة الهامة جدا هو إعاقة دولة إسرائيل لدخول المساعدات، فهي لا تنفذ عملياتها العسكرية فقط ولكنها تسعى بأي حال من الأحوال لإعاقة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مما يخلق طبعا المزيد من عمليات الجوع، عدم وجود الأدوية، عدم وجود العلاج المطلوب لأهالي قطاع غزة، بجانب طبعا الحالة الصحية المتواجدة في قطاع غزة في الوقت الحالي وعدم إيجاد طعام والغذاء والدواء. كل ده طبعا بتمارسه الحكومة الإسرائيلية على مرأة ومسمع من دول العالم وعلى مرأة ومسمع من الدول الكبرى النظام العالمي اللي هم أعضاء مجلس الأمن. وهنا تأثير التحذيرات اللي أطلقتها القيادة السياسية المصرية من خطورة بالغة لاستمرار هذا التصعيد وتوسيع نطاق هذه الحرب وتأثيرها على استقرار المنطقة، كيف قرأته من خلال الاتصال الهاتفي اللي جمع ما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم والمستشار كارل نيهامر مستشار النمسا؟ هو بالطبع الاتصال مهم وتحذير مهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن احنا لو رجعنا الى يوم 7 اكتوبر هنجد ان الدولة المصرية هي التي بتقود العالم، بتحاول انها تغير من وجهة نظر العالم فيما يحدث على الارض في قطاع غزة. كل ما يحدث الان مصر حذرت منه منذ اليوم الاول ورفضت بشكل قطعي العمليات العسكرية وطلبت بشكل فوري لانهاء العمليات العسكرية وطلبت ايضا بانفاذ دخول المساعدات بشكل مستمر والعمل على حل القضية الفلسطينية. مصر لها دور مهم جدا في دخول المساعدات عندما ضغطت على كل دول العالم وضغطت على الحكومة الإسرائيلية من خلال طبعا عدم أو منع أو الدول الكبرى بمنع دخول من يحملوا الجنسيات الأجنبية من معبر رفح إلا بعد دخول المساعدات المصرية.
وكل ده موثق، وكان الأمين العام للأمم المتحدة متواجد على معبر رفح، ورئيس وزراء بلجيكا لمرتين، هو والعديد من زعماء العالم ورؤساء وزارات الدول الغربية. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي جميل عفيفي.